اليوم هي أول وحدة تدريبية إن خلال المعسكر التدريبي في أربيل، يتضمن معسكرنا 12 يوم، من خلالها راح نجري 5 مباريات تجريبية إضافة إلى تدريبات صباحية مسائية. نريد من خلال هذا المعسكر أنه نقع على حقيقة اللاعبين وإمكانياتهم البدنية والفنية إن شاء الله، وبالتالي راح تعيد الفائدة للجميع إن شاء الله. هدفنا أنه نرتقي بفريق نفط ميسان إلى الهدف اللي كنا راسمين من خلال تعاقد مع اللاعبين، وبالتأكيد عندنا لاعبين محترفين إن شاء الله سيصلون قريبا، وهذا راح يشكل إضافة للفريق خلال الفترة القادمة. ومعروف لدى الجميع أنه نفط ميسان من الفرق الجيدة اللي تمتلك لاعبين جيدين، إضافة إلى كان يتطلع إلى أنه يترقى إلى مراتب جيدة خلال الدوري، لكن الموسم الماضي ما لبى الطموح. نتمنى هذا الموسم إن شاء الله أنه يكونون بالمستوى المطلوب، وهذا أكيد راح يجي بتكاتف الجميع، إدارة، لاعبين ومدربين وحتى جماهير إن شاء الله.